بقالب كوميدي توعوي قدمت فرقة أزوار المسرحية التابعة للمركز الثقافي العربي بدير الزور عملها المسرحي الذي حمل عنوان يوميات أبو سطيف الذي يتحدث عن أهمية الوقاية من فيروس كورونا. هو سكتش مسرحي من أجل توعية الأسر، من أجل توعية الناس من مخاطر كورونا، وخصوصا أن كورونا في المرحلة الثالثة وهي مرحلة خطيرة، لذا فهذا العمل هو عبارة عن عمل توعوي صحي قدم ضمن قالب كوميدي، لأن القالب الكوميدي أقرب ما يكون إلى قلوب المتفرجين. هذا العمل هو عبارة عن توعوي توجيهي بسبب جائحة كورونا الثالثة، حبينا نعملها بطريقة أبسط أنها تكون باللهجة المحكية، باللهجة الديرية قريبة للشارع الديري، بتكون لطيفة كوميدية بحتة. دوري بالمسرحية هو دور أبو سطيف، شخص من حارات شعبية ما له علاقة لا بفيروس ولا بانتشار ولا بإجراءات احترازية، يصاب ابنه بفيروس كورونا نتيجة إهماله هو وعائلته لهاي الإجراءات، ويروح على المشفى وبالأخير ينحجر عليه صحيا. قدمنا العمل بطريقة كوميدية مشان تكون قريبة لقلوب العالم، وإن شاء الله نكون أسعدناهم وأفدناهم بنفس الوقت. أديت دور الطفل المريض بفيروس كورونا، وقلت لأهلي إنه ما يصير أروح المدرسة، بس ما استجابوا. وهي رسالة نوصل لكل الحاضرين إنه لازم نلتزم بالإجراءات الصحية. تعلمنا من أبو سطيف إنه لازم ننتبه من هذا المرض، لأنه هذا المرض خطير، لازم نلبس كمامات مشان ما نعدي منه. يوميات أبو سطيف عمل ترفيهي توعوي بسيط قدم باللهجة المحكية، ما سهل وصوله إلى المتابعين الذين تفاعلوا معه بشكل كبير. للإخبارية السورية، براهيم الظلي، دير الزور.